السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مدام نفيسة. عندي واحد تجربة زوينة على جلطة ديال القلب، بغيت نقتسمها معكم. تجربة زوينة مع المنتوجات ديال فوريفر الويفيرا. واحد الإنسانة اللي كانت جاتني واحد الجلطة، الله ينجينا وينجيكم، وماشي كنت كنعاني قبل، نو، جاتني يعني على غفلة بدون سابق إنذار، واقفة وتحت. المهم داوني، لقاو عندي جلطة في القلب، درت لوبيراسيون الحمد لله، بقيت متعايشة مع الدواء ديالي، يعني اللي عطاه لي الطبيب افي غادي نبقى دائما نديرو. داز يعني اش غادي نقول لكم، عرفت هذا الخير بعد الجلطة ديال القلب بعدها بواحد 3 سنين ونص، عادة باش عرفت هذا الخير الحمد لله. انا خديت المنتوجات في الاول ماشي على القلب، يعني انا تصادفت معاهم خديتهم علاش؟ على الوزن. خديت الديتوكس اللي عطاني واحد النتائج رائعة جدا الحمد لله، في ظرف 15 يوم طيحت 9 الكيلو. ولكن العجيب في الامر والعجيب في هاد المنتوجات الرائعة ديال لاباز دالويفيرا ديال شركة فوريفر، العجيب فيهم كتاخدهم على حاجة كتلقاهم كيعالجوا لك وكيساعدوك في حوايج اخرى، يعني كتلقى راسك كتحسن بلا ما كتحس. وهادو منتوجات ولكن انا كنسميهم دواء. الدواء علاش؟ لان كيعالجوا، هما مكملات غذائية ولكن كيعالجوا، والحمد لله انا لقيت بهم واحد النتائج رائعة جدا، بزاف بزاف بزاف، لا بالنسبة للوزن الحمد لله، لا بالنسبة لقلبي. قلبي يعني انا كنت واحد الانسانة اللي دائما سخفة، واخا كناخد الدواء سخفة، ما كنقدرش نتمشى بزاف، ما كنقدرش نطلع في الدروج، يعني لي زيتاج، يعني الدوزيام والتخوازيام ايطاج ما نقدرش. واحد الانسان اللي ما بقيتش كنقدر نلعب الرياضة، ما كنقدرش نتحرك. مهم، راه الدواء عندي ولكن ما كنقدرش ندير بزاف الحوايج. المناعة طاحت لي لواحد الدرجة ما نعود لكمش. مني تصادفت مع المنتوجات ديال الرويفيرا وخديتهم الحمد لله لقيت نتائج رائعة. أول حاجة بعد المناعة طلعت، أون بليس لقيت واحد النتائج زوينة، يعني الحيوية والنشاط. وليت غير باغا شنو ندير، باغا نخرج، باغا نقضي شغلاتي اللي مدة وانا يعني واقفة ما كنقدرش ندير بزاف الحوايج. الحمد لله لقيت نتائج رائعة جدا. اشنو خديت؟ يعني في الاول بديت بالديتوكس، لو باك ديتوكس، زدت معاه لي زوميغا الارتيكل سي. من بعد بديت كناخد ثومه وزعتها حتى هي يعني معاها بالموازات مع لارتيك سي. خديت الجينكو، يعني اش غادي نقول لكم، المنتوجات كلها من بعد كناخدها كلها كلها المنتوجات، يعني بالنسبة ديال المكملات الغذائية كلها بدون استثناء. كل مرة كنزيد حويجة، كل مرة كنزيد حويجة، تلقيت راسي كناخد كل شيء الحمد لله. انا دابا في صحة جيدة، نحمد الله ونشكره على المنتوجات ديال الألويفيرا ديال شركة فوريفر، وشكرا لكم.